اتمنى انا بعد صلاه اللي اذن يقول كلمه، يعني مو شرط يقول كلمه كبيره، يعني حتى لو حديث، حتى لو كلمه طيبه. جميل جميل. حديث ولا شيء عادي بعد الصلاه، يبي اجباري. لا انا اقول فرصه حلوه. يعني انا اصلا لو تكلمني قبل سنتين ما راح اقعد القعده هذه واتكلم قدام شيء. انا فاهم اي عرفت، فحلو ان الواحد يطلع يبادر. صحيح مبادره طيبه بين اخواننا. حل انا اشوف اللي اذن عرفت ما هو اللي يسوي الكلمة، يعني الجدول الأذان غير جدول الكلمات.
لا شوف انا وانا اقطع كلمه مثل العام تكون هي مثلا في صلاه العصر فقط كلمه واحده ما تكون على طول يعني مو كل وقت شوف اسمعني صلاه العصر في الكلمات جدول وفي الاذان جدول جميل وهذا يلحقني انا بالاسبوعين او ثلاث اسابيع مره الجدول بضبط انا جدول عند الشيخ خلاص الاذان ولا هذا عندك مو مشكله بس يا جماعه فرصه ان كل واحد بعد العصر صلاه تكون اجمل لا انا ادري بكل صلاه شنو عندنا ترى حتى ممكن بعد المغرب بعد العشاء ما عندنا شيء والله نقول بعد المغرب دائما الحل الاسلم للمشكله هذه اسمه الحل الاسلم الكلمه لا تتجاوز دقيقه صلاه معينه العشاء صلاه معينه ما تتغير واذا في احد عنده حسب الجدول الاغلب واذا في احد مثلا عنده كلمه او شيء في وقت ثاني ثابته في صلاه معينه صلاه الباقي اللي عنده كمان في مشكله اذا اتفقنا يا جماعه الخير يكون في حلقه تحفيظ بعد العصر طبعا يا اخوان حلقه تحفيظ اختياريه اختياري واللي ما يريد يقرا على جدول نفس كلام الواحد يعين اخوانه ونعين بعض يعني فرصه ما عاد معنا ولا جوالات ولا شيء انا نفسي والله جدا لانه حفظي يعني نص صفحه نص صفحه وزين اني حفظت لا لا فيها البركه فيها البركه البدايه من الاسهل من انا عندي اقتراح اني احد يقول انا ما ابغى اتكلم يعني فاهم؟ صحيح يعني ممكن حديث تقوله ربي يعني ينزله في قلب اي واحد فينا يؤثر فيه وانت ما تعرف تكسب اجرنا كلنا اهم شيء الكلمات تكون مختصره يعني تذكير مختصره بسيطه جدا يعني اذا حسبت اكثر من دقيقه هو جاسم ما شاء الله ولا اخذ معه اقل من دقيقه بعد انا عندي اقتراح بعدكم يا شباب اني الحفظ افضل ان التلاوه تكون يعني عن الحفظ وتدبر القران يعني وتدبر القران الكريم افضل عن الحفظ ليش؟ شيء يسير عرفت؟ يعني لو جزء عامه يعني نربطها بجزء عامه مثلا في البدايه نربطها بجزء عامه يكون بدايه والتلاوه خلاص يعني عندنا هيثم وعندنا محمد خلاص نربط يكون نحط وقت معين للحفظ مثلا اخر اسبوع مثلا يكون نص جزء عامة ربع جزء عامة للي مقتدر والباقي تلاوة تحسين التلاوة بس ما انهم مقتدرين يعني اللي بيحفظ اختياري يا جماعة اي كل اختياري لو الاخير لكن عشان يكون نهتم التلاوة صوت بس انا انصح ان الكل يقعد بهالمكان لا انا بيجون لا ادري انا ادري يا جماعة انا ادري البعض متردد وهذا ترى غير لما تقعد هنا غير لما تقعد مثلا قوانين وتسوى مشاريع 10 دقائق المشاريع اللي سواها شاب متحدثين كلهم ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله كلهم متحدثين بسم الله عليك انت قول امين ما شاء الله كمان جمعنا في المكان جمعنا في ذوس الاعلى الله يا جماعه اهم شيء النيه اهم شيء النيه حاجتين مهمه النيه والدعاء ادعي الله ان الله يسخر نيتك يا رب الله يسهل الامر الله يحسن نياتنا يا رب لو جلت مكانت لله راح تعب كل خصم جزاك خير يا ابو جاسم هذا الجزء اصلا قبل ما ابو جاسم الله يرزقك خير ما اكثر لك 10 ولا بسم الله ارفع قبل الظهر بعد الظهر ثنتين بعد الظهر أربعة من الظهر واثنين من المغرب ثنتين بعد ثنتين قبل العصر ثنتين بعد المغرب بس استغفر الله ادراني سكرسي اسمك اي في حديث البركات والبركات بعد هذه لها اجزاء 12 ركعه اي تكملها مع 12 ركعه ركعتين الفجر لها أقل ثاني أربع رقائق امرئا صلى قبل العصر أربع أيوة وطبعا بين النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرئا قبل العصر صلى لا قبل العصر قبل العصر تحية المسجد طبعا تعتبر إيه النوافل ترى نيتها تشترك أكثر من نية في إيه مثلا دخلت الضحى وبين كل أزينين نية الضحى مع تحية المسجد ضحى وظهر الظهر زين بس بعد الظهر أربع صح؟ إيه فيها فضل بس والله إني ناس في إيه في فضل لها أربع يمكن نراجع الحديث
لا نسأل عن ال 12 ركعة في اليوم. إيه لا والأربع قبل الظهر وأربع بعد. ما في أربع أربع. إيه ثنتين إيه. ثنتين بعدها. ثنتين بعد المغرب. ثنتين بعد العشاء. هذا الأجمع عليه. 12 ركعة. اثنين قبل اربعه قبل اثنين بعد اثنين بعد دنيا لها بيت من جنة. والله فرصه يا رب اشهد. ها في حديث من لا رحم الله امرئ صلى قبل العصر اربع. حتى كيف اجلس كذا من هالمسجد اصلا هي التحيه والله. طب دقيقه يجوز الحين صليت النيه ايش اسمه استغفر الله تحيه المسجد ركعتين يجوز انويها تحيه مسجد وش اسمه وهذه حقت ايش يسمونها نعم يسمونها الحين العصر سن الرواتب اي نعم يجوز اي يعني طيب الحين قبل الفجر قبل الظهر كم اربعه صح؟ طيب شلون تصلي اثنين 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 لا هي أربعة الأولى تحية تحية وسن الرواتب سنة ثانية سنة ما يجزاك كلها ما يجزاك خير